يا غالي علي يا حبيبي يا خويا. فايزة أحمد كانت غنية بالأغنية هذه من اختيار ضيفتنا السيدة نورة العبيدي. من الأغنية هذه نفهم محبتك لأخوتك، معناها تحب أخواتك اللي هما سي نور الدين و سي محمد. سي محمد هكا ولا الأغنية هذه تهديها لهم؟ الحمد لله قعدنا ان شاء الله ونقعدوا كيك عيله متماسكه، تربينا عيله متماسكه وان شاء الله نقعدوا عيله متماسكه. بالطبيعة هي العائله تكون متماسكه، وخاصه كي تبدا الام والبو مع وليداتهم واقفين مع ولادهم سهرين على قرايتهم سهرين على صحتهم. هذه من الواجب الانسان انه ديما يعترف بالجميل للوالدين، كما قلت بكري ما رضى الله الا برضاء الوالدين. أخت نورة، نسأل سؤال، كيف توفق المرأة التونسية بصفة عامة القيروانية، كيف توفق بين نشاطها أو عملها والمنزل، خاصة كي تكون عندها أبناء؟ كيفاش توفق، وخاصة مع مسؤولية العائلة زادة مسؤولية كبيرة، خاصة في البداية الأولى متاع المدرسة، كيفاش أنت توفق بين العمل وبين البيت؟ الحمد لله توفيق من عند ربي، ونحن في الصحة عنا نقول متميزين خاطر نختاروا الوقت اللي ساعدنا في الدار. إيوة. اللي نجم يخدم الصباح يخدم، اللي نجم يخدم العشية وتساعدوا العشية في برشا حاجات يخدم، وإلا اللي يحل المشكلة لبرشا حاجات. يعني كنت نخدم العشية كي كنت نهز صغاري لأمي، أمي عاونتني عليهم حتى لسن معين، كي ولاو روضة ولاو قراية خدمت في الليل خاطر امي ما تحبش الدخول والخروج، الصغير تتلهى به في الدار. خدمت عشيات نطيب لهم فطورهم ونحضر لهم الطاوله ونحضر ونخليهم نستنى ابوهم يجي من الخدمه ونخليهم ونخرج نروح 7 نتاع الليل. وكيك الصباح نقوم نحضر شي يلزمهم ودبشهم وفطورهم الدار ونخرج للسبعة نتاع العشي. كي ولات مدرسه وقرايه ويلزم يروحوا يلقاو امهم في الدار، ما يلقاوش حد اخر، امهم في الدار. خدمت في الليل. والمسيو كان يعاونك؟ يرحم والدي، هاي عاوني برشا. كي نخرج جاني السبعة متاع العشية في الصيف، يعني عشية ما زالت قايلة، الصغار يقعدوا عنده يتنازل على مثلا يمشي قهوة يمشي لأصحابه ويقعد بحدا الصغار ويرقدهم يقريهم يعشيهم، يعني كل شيء اللي يكون تاني نعمله ويعمل فيه هو. تعاوننا بالقدي بالقدي. ولا الاولاد ما شاء الله عليهم يقراوا الحمد لله، قراوا الحمد لله، اللي حب بلاصه مشالها. مثلا شكون اللي عندك؟ عندي ولدي الكبير استاذ فرنسيه توا في الخليج، ايوا معرس عنده زوج صغار. ولدي الثاني ما حبش يكمل، قال ما نكملش نحب نقرا حلويات مرتبات مرتبات، وقرا في جربة وخذ شهادته وعنده محل حلويات صغير. وبنتي متزوجة وفي دارها وما زالت ما خدمتش. ملي انت جدة توليد؟ اي. يجيوك الوليدات من برا ولا ما يجيوك؟ اي يجيو، واني نمشي بحذاهم ساعات وما تاو يحبوني نمشي بحذاهم. انت تحب تمشي بحذاهم؟ مشيت قبل بحذاهم؟ مشيت قبل بحذاهم، مشيت مرتين. وعملت عمره؟ وعملت عشان. عملت مرتين كي نمشي نعمل العمره ونحفظ القران وتعدى ماشيه باهيه حلوه، فيها الستر وفيها الامان وفيها في انتظار الحج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربي يكتب لنا الجميع ان شاء الله وانت والكل بجانبي. النجاح اللي حققته اخت نوره يعني في حياتك المهنيه والاسريه، شنو شعورك اليوم وانت اليوم؟ ما نحبش نقول كلمة معناها خرجت على اشراف المهنة، بون صحيح يجي وقت الانسان يعدي الكاريير نتاعو في المهنة وكذا، خلاتش عندك فراغ؟ رغم الانسان اللي يخدم 37 سنة ومن بعد يحال على اشراف المهنة تتبدل حياته، تتبدل نوعا ما، يحس ربما اللي هو انسان يخدم العمل نتاعو، الفراغ هذاك نتاع العمل حاولش تسدوا بحاجة أخرى، معنى اهتمام آخر ربما عندكش حاجة اهتمت بها؟ الحقيقة ما حسيتش بفراغ. علاش؟ خاطر وقت اللي خذيت الكونجي خذيت التقاعد الشهير اللي قعدته في هنا في الدار كانوا كونجي عادي، كانوا الكونجي متاعي العادي، ومشيت بحذا ولدي قعدت بحذاه أشهر في السعودية،
قريت قرآن وتلهيت بالصغار غادي. صاحباتي اللي يحبوني ونحبهم نكلموا بعضنا، متصلين ببعضنا، ما حسيت شكل يكل الخرجة متاع السبعة متاع الصباح وروح ماضي ساعة في القايلة وها وحط الفطور ها وقيدي، ما حسيتش. كي جيت كي روحت جيت جينا لطف يا ربي كوفيد، الناس كل قاعدة في الدار فماشي لدخول لخروج، نمشيو لأمي وكان بحض أمي وكهو، وزدت رجعت بحديها عمني ولقعت ستة شهور زيت. حسيت روحي ما قلقتش الحقيقة، توا عندي مثلا بنتي اللي هي بها نجيب من الروضة. ما عندكش فراغ؟ حتى وكان عندي فراغ حسيت روحي يلزمني نرتاح. صحيح، وليت على راحتي، مانيشي مزروبة كل يلزمني نخرج يلزم اعمل، قوم ساعة من خمسة متاع الصباح نطيب وحط لهم فطور صباح فطور نص النهار واخرجوا. بيه قعدتش عندك الحنين تحب تجمش تقول لي تزور صح معنا اصحابك في السبيطار تمشي لهم شي؟ الحقيقه لا، ساعات كي نبدا مش نعمل مثلا مش نمشي نعمل تحليل ولا نشوف طبيب وكهو. بيه باش نرجع معاك شويه فلاش باك التالي عامين التالي. انت خدمت فتره الكوفيد هكا ولا لا؟ لا خرجت مبكرا. خرجت مبكر فهمتني. الوضعيه نتاع الكوفيد كيفاش كانت عندي؟ سمعتش عليها كيفاش كانت قبل؟ كانت فتره عصيبه جدا هكا ولا ربي اعطاهم القوه؟ والله وقول لهم ربي يعطيكم القوه ويبارك لكم بجانبي الخاطر. حتى نفسانيا العبد يقلق ويتعب، مش تولي تخاف من كل شيء. صحيح، اما من ليه متصلين ببعضنا، انا قلت لك اصحابي والعشره نتاعنا متصلين ببعضنا، نكلموا بعضنا ونندوا على بعضنا، حتى ما نتلاقاوش بالتليفون نكلموا بعضنا. هو هم العاصم سميكم ملاك الرحمة، وخاصة أنتم في الصف الأول وقت في الكوفيد. هنا نحب نحيي كل الإطار الشبه الطبي والطبي بطبيعة الحال على الفترة الصعبة. فترة صعبة جدا، راهي ماهيش سهلة، راهي معناها أون كونتاكت فيزافيز مع المريض، كيفاش يتقبل المريض هذاك، كيفاش يتعامل معاه، فهمتني؟ معناتها يعطيهم الصحة. وفريمون معناتها الناس هذوما نحييهم تحية كبيرة كبيرة برشا. به أخت نورة، فماشي حاجات قعدت في الذاكرة يعني 37 سنة ما شاء الله من العمل، فماشي حاجة قعدت في الذاكرة متاعك تقعد ديما تفكرها سواء كانت به ولا مش به؟ لا والله اللي هكا معناها نحب استحشتها دعوة الخير متاع المريض. كي ندخل للبيوت المرضى ونصبح عليهم ويا وينكم واش عاملين وكيفاش بيتين وشنو، نسألهم ونتحدث معاهم ونحس هكا في عينيهم اللي يلزمهم يبداو يستنف شكون يجي يكلمهم ويبشبش بيهم. ذيك الحقيقة ما فقدتها، وزدت فقدت دعوة أمي ذيك اللي توا في بالي. كل ما نعطاني هكا دعوة خير تجيني من عند كيما كنت من عند المرضى ولا من عند أمي. وذاك يشربح الانسان، الحمد لله الانسان يربح دعاء الخير، الحمد لله يقول لك والله يا فلان ولا فلانه وراك رضا الوالدين ودعاء الخير. والله الحمد لله، ونحب ونلوج ساعات شكون نلقاه مستحق شكون يعاونه، وذاك احسن رصيد، راه مش رصيد في البنك، لا لا احسن رصيد هو دعاء الخير. هي شنو هي مهنتنا؟ يعني مهنتنا مهنه نبيله، مهنه انسانيه، مهنه متاع دعاء خير، بخلاف اللي هي واجب يلزم واحده من الناس نلوج باش نلقى شكون نعاونه، شفتوا كل يجيو من برا يبداو ضايعين، هذوك نشي خاليهم نقضي لهم شهورهم بالقدا. وانما اثلج صدري يا اخت نوره، يعني في الستاتيو اللي هبطته انا على حضورك معنا في اذاعه الحياه افهم، ما شاء الله تفاعل كبير وكبير جدا من زملائك وبكلهم يثنون الفتره اللي قضيتها، ويقولوا معنا هي بالحق ممرضة كفأة، ممرضة قدمت جليل الخدمات، والحمد لله هذه هو نتحث عليه، رضا الله ورضا الوالدين ورضا زملائك أيضا. الحمد لله ما عملتش مشاكل مع حتى حد، لا مع زملائي لا مع طب لا مع حتى اللي يصغر مني وأقل مني في سنين الخدمة، ما نقولش في الجراد ولا حاجة، مع عمري ما نأمرهمش احترام. حتى كي نجي نحب نستحقهم هو مش يعاونوني، نبدأ نقرق بهم بلسان حلو، ما نفرض عليهم حتى شيء، أعطيتهم المعلومة ما نشدش، نعاونهم حتى كي غلطة نصلحها بسكيت ما يعلم حتى حد. أخت نورة، شنو هي الرسالة اللي تحب توجهها للممرضات الجديدات المقبلات على العمل كممرضة؟ فماشي حاجة تحب تنصحها بها الممرضة؟ تعرف تو الجيل متاعكم أنتم ما شاء الله تو 37 سنة
جيل آخر وجيل كان يحب العمل يخدم، حتى الجيل هذا يحب العمل ما في شك. أنت ممرضة قديمة وعندك خبرة وعندك تجربة كبيرة، شنو هي الرسالة تحب تبلغها، تحب توصلها، الميساج تحب توصله للممرضات الجدد هذوم؟ نحب نقول لهم اخدموا خدمتكم، راهي خدمة نبيلة، خدمة إنسانية، خدمة فيها برشا دعاخير، ما تملوش منها، ما تقولوش تعبنا منها، راهي مش تخلي لكم كنز كبير وموروث كبير بعد من دعا الخير. بخلاف الأمور، راهي بخلاف الأمور المادية، دعوة الخير هني لتواني والله ما استحقت لها وماذا بيا نسمعها. الحمد لله، الحمد لله. إذن كانت هذه رسالة، رسالة للممرضات الجدد. وفي آخر الحصة نحب نهدي لك أغنية، أو أغنية من المألوف والعتيق مع زياد الغرسة، هكا ولاها سي أيمن ليقة. وقبل ما نغادروا كنحب نشكرك كل شكر على قبولك هذه الدعوة، ونتمنى لك النجاح والتوفيق مع أبنائك بطبيعة الحال. ونحن ما أنا كمعد لهذه الحلقة أنا أشكرك شكرا خاص على يعني هذه الأريحية وهذا الكلام الجميل، خاصة أنك في الفترة اللي قضيتها كنت محبة، كسبت محبة الناس ومحبة زملائك، كما قلت أعظم رصيد لهذا. بارك الله فيك، نشكرك على الاستضافة ويعطيك الصحة، لقيت راحة معاك في الحديث الحقيقة، كنت العفو. أما بقى فما حاجة نحب نسك عليها ساعة قبل ما تغادرنا وقبل ما نغادر. عائلة الشواشي، عائلة والدك عائلة فنية، اذكرنا من العائلة متاعك، مش كون وزيل في الفن، يتبع في الفن تو. العائلة الشواشي أولاد خالي مختار، أيوة. اللي عزيزهم قاسم كان في المالوف، في المالوف ما زالوا مواكبين. هي عائلة فنية، عائلة فنية. تتلموش قبل مع بعضاكم في الدار وتعملوا جو الكبار هكذا. أمي وخالتي يرحمها مرت الطيف، أنا ما خلطش على خالي قاسم، خالي مختار وخالتي ذي يرحمها مرت الطيف في دارنا، كيبدا عنا فرح ونحن صغار، ما غير ما يجيبوا حتى فرقة، ما يجيبوش فرقة، وعال جو عائلي، جيراننا كي يسمعونا يقولوا لنا جبتوا فرقة من تونس، يقولوا قيرواني. شكون اللي قعدتوا في الكمانجة؟ في الكمانجة قاسم، عادل وقاسم بالعود. تحية القاسم، وتحية القاسم، وكذلك عادل، عادل وكمال ومحمد. هي عائلة فنية، عائلة متميزة فنية. على كل شكرا عليك انت اخترت زياد غرسة في مقطع من المالوف، تنسمعوه مع زميلنا، بعد زميلنا أيمن ليقة. إذن هكذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاء. كل الشكر إلى أيمن ليقة مخرج الحصة على مستوى التقني والرقمي، وكل الشكر أيضا للدكتور محمد ليوان رئيس المدير العام لإذاعة الحياة FM على متابعته لهذا البرنامج. ها هو الزبير العياري، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.